السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم خاوتنا كالعادة من صفحتكم ومن قناتكم ومن محلكم محل آثة الثقة. خاوتنا اليوم قبل ما نبدأ في شرح لا بروموسيون تاع اليوم خاوتنا اللي درناها لكم البارح في البث المباشر، حبيت نشكر الناس اللي دار الثقة في محل آثة الثقة، الناس اللي راهي تزورنا، الناس اللي راهي تقضي من عندنا، الناس اللي راهي تزورنا المحل وتجي تشري من عندنا، كذلك الناس اللي راهي تدعم فينا معنويا، نقول لهم بارك الله فيكم خاوتنا. صدقوني هذا الشيء يحفزنا، هذا الشيء يرفع من معنوياتنا، معناتها مالغري التعب ومالغري واش رانا نخدموا ليل ونهار على جالكم، ولكن كي نشوفوا هذا يعني هذا التعليق ونشوفوا الناس تجي تزورنا والناس تتفاعل معنا، صدقوني التعب هذاك كامل اللي يروح. خوتنا نعود نولوا للمحتوى تاع اليوم بعد ما شفتوا لا بروموسيون تاعو البارح في البث المباشر اللي درناه لكم في الليل. خوتنا هاوليكم لو صالون لوفي، لو صالون لوفي خوتنا فيه بزاف لي كولور، فيه كيما راكم تشوفوا في البلو فار هذاك خوتنا، دوك نروح نشوفوه مع بعض. عندكم في الجري هذايا بزاف شباب، عندكم في الكروفات كذلك لا كولور هايله بزاف خوتنا، وعندكم في هذا لو جري كلير خدمه ما شاء الله خوتنا، خدمه الله يبارك. نخليكم مع هذا الصور ونعود نولوا فيما بعد. خوتنا لازم تعرفوا ان لو صالون تاعكم راه مخدوم كامل بالانتيطاج. واش معناته هذا؟ معناته ان القماش تاعو راه كامل ضد البقعي والغبار، حاجه ما شاء الله لا فينيسيون، راهي افون اريير فيه ماطلا ديدرونت بالروسور خوتنا، والكركاسه تاعو من الداخل راهي طري بيان سوليد، يعني لو صالون تاعكم راه سوليد بزاف، خدمه ما شاء الله. وشوفوا التقسيم تاع الكابيتوناج تاعو كلش متقون، كلش مخدوم بطريقه جميله وجميله جدا. مام خوتنا لي زاغوار تاعو بزاف صحاح، ولي بي من تحت راه بالفرفورج يعني بالحديد، حاجه طري بيان سوليد. مام خاوتنا شوفوا هنا التقسيم وشوفوا الخياطه تاعو راه كلش مستف خاوتنا، كلش مخدوم باتقان واتقان شديد. وشوفوا لا فينيسيون خدمه ما شاء الله، وهذه هي الامبلاس تاعو خاوتنا بزاف شباب لي زاكودوار، حاجه ما شاء الله. خاوتنا كما قلت لكم لو صالون تاعكم راهو جي سي بلاس خاوتنا، خدمه ما شاء الله. وشوفوا التقسيم تاع الكابيتوناج تاعو بزاف هايل خاوتنا، يعني التقسيم تاعو ما شاء الله بيان فيني. وشوفوا لي جوتي خاوتنا، شوفوا ستيل تاع لي جوتي بزاف شابين، وانا الحاجه اللي تعجبني هنا في صالون تاع محل الثقه راهم بيان فيني خاوتنا. لو كان ما تدققش يعني ما تمركش بلي هاد لي صالون راهم مخيط وما تلقاوش ديفو تاع الخياطه خاوتنا، كيما راكم تشوفوا كلش مستف. هذو هما لي صالون اوريجينال، كذلك من تحت راهو بالفرفورجي خاوتنا، خدمه ما شاء الله. وشوفوا هنا يا خاوتنا، شوفوا في الكوتي الخدمه تاعو بزاف شابه، بالسبته هنا خدمه ما شاء الله. وشوفوا امبلاس تاعو بلي زاكودوار، خدمه ما شاء الله خاوتنا. شوفوا هنا كيفاش مخدومه، تقسيم تاعها بزاف هايل، ولا فينيسيون خاوتنا، لا فينيسيون افون اريير خاوتنا، لا فينيسيون من القدام ومن اللور، يعني الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله خاوتنا. لو صالون هذا كما قلت لكم كذلك ما راهوش وحده، هذا لو صالون راهو بيه بلاطاب الباز، هذه يا خوتنا راهو بيه بهذا لاطاب الباز اللي مخدومه كامل اون بوا اتر. السعر تاع هذا لو صالون خوتنا 14 مليون 800 بيه بلاطاب الباز، 14 مليون و800 بيه بلاطاب الباز تاعو خوتنا، زائد النقل مجانا عبر كامل التراب الوطني. اللي حاب يحجز اللي حاب يستفسر يتصل بينا على الارقام تاع الصفحه اللي راهم ظاهرين في الاطار الاحمر، ورانا في الخدمه 24 ساعه على 24 ساعه. نزيدو نقول لكم لا كولير هذه يا خوتنا بزاف شاب، هذه اللي راهي طوندونس لا كولير هذه، بزاف ناس يجيو يسقسيو عليها خوتنا. مام لي جوتي تاعها بزاف شابينا، شوفوا ستيل لي جوتي تاعها، خدمه ما شاء الله، خدمه الله يبارك خوتنا. اللي حاب يحجز اللي حاب يستفسر يتصل بينا، والسلام.